طالبة سهيلة خالد زين العابدين محمد، حصلت على المركز الأول على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية بدرجة 280 من 280. بس بالنجاح ده لربنا سبحانه وتعالى أولا، ثم لأهلي وبابا وماما لأنهم كان لهم الدعم النفسي الكبير، ثم بنسب النجاح لمدرسين لأنهم ساعدوني كتير جدا في فترة الامتحانات. أي جزئية ما كنتش فاهمها كنت بلجأ لهم فورا، وفي أي وقت كانوا بيجاوبوا عليا. عرفت الخبر ازاي؟ بابا جالي البيت وقال لي ان سيادة المحافظ اتصل عليه وقال له ان انا حصلت على المركز الاول على مستوى المحافظة. بس انا كنتش مصدقه الخبر ده، كنت فاكره ان بابا بيهزر معايا يعني عشان يخفف عني التوتر بتاع النتيجة، لان هي كانت المفروض الساعة 2 وبعدين اتأخرت شوية. بعدين اتصلنا على نفس الرقم، رد علينا سكرتير المحافظ وقال ان الخبر ده حقيقي وانا حصلت فعلا على درجة 280 من 280. ما كنتش عارفة اصلا شعوري والفرحة في الوقت ده. اولا ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، وده لان انا كنت بتقرب من الله في ايام الامتحانات عن طريق الصلاة والاوراد والذكر، كنت بحافظ على الاذكار، اذكار المساء واذكار الصباح، وكنت بصلي بحاول على قدر الامكان اصلي الصلاه في اوقاتها، لان طبعا من الدروس كنت ممكن اخرها شويه لكن كنت بحافظ عليها وان انا ما فوتش اي فرض. ثانيا بسبب الدعم النفسي، بابا وماما وفروا لي مناخ مناسب جدا وبيئه هاديه في فتره الامتحانات علشان اكون اكتر تركيز. ثالثا اهم حاجه تنظيم الوقت، و كنت بعمل جدول المذاكرة بتاعتي ممكن على يوم أو أسبوع أو شهر، كنت بعمل خطة زمنية علشان أشوف هقدر أخلص قد إيه أجزاء من المنهج والحق أراجع بسرعة كذا مرة قبل الامتحانات. والحمد لله يا رب، بشكر ربنا وبحمد وتشكر فضله على النتيجة العظيمة دي، كله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. والحمد لله، وببارك لسهيلة ألف مليون مبروك، ويا رب دائما وأبدا التفوق والنجاح دائما وابدا على طول، ويا رب اشوفك في احسن تعليم واحسن حاله واحسن مكان. انا عايز